الثلاثية هي الفرقة عن الناس، فرقة عن الناس، طبعا السنة والجماعة، السنة والجماعة. أيضا وتقول: هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها يمنع وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا؟ لا لا يمنع، الحمد لله. كيف لا يكون في الرأس سيدها وأشباهها ما يوضع على الرأس لا يمنع، كالحناء أو نحوه. نعم.